ولكن معانا طبق السحور جميل النهارده كمان، الفول بالحمص. عندنا الفول في القدره بتاعته دايما بتدمسه معانا مع الحمص. معانا طبق فول هنعمله مع حضراتكم دلوقتي سريعا، فول بالحمص الشام. ده يتعمل ازاي يا شيف واحنا مع بعض سريعا كده؟ اللهم صل على النبي. طاس على النار، حلو الكلام، فيها شويه زيت زيتون مع توم، ومعانا حمص الشام مسلوق، ومعانا الفول متدمس. من اول الشهر الكريم بندمس فول، ما بنشتريش من بره الحمد لله، بيغلي في القدره اهو. بص على الفول وهو بيدري، هو في القدره. اللهم صل على النبي، فول مصري مصري واخد الجنسيه المصريه. اه معانا حمص الشام مسلوق، معانا توم، معانا زيت زيتون، الله، والتوم بيتحمر، بننزل بشويه نعناع يابس، نعناع جايباه في البيت كده للفول. نعناع، الله على ريحه النعناع مع التومه. ننزل بالفول بالحمص، بيسموها في الشام وبلاد الشام واخواننا اللبنانيين والسوريين مسبحه، مسبحه الفول. شفت ده حمص المسبحه، عشان الاسم يتقال صح، محدش يقول لك يا شيف بتقوله صح. وادي الفول نزل على الحمص، وتسيبه يغلي على النار. الله، ما يترس، حلو الكلام، ونسيبه ياخد غلوه على النار. في حاله التاديب بننزل عليه شويه كمون وشويه بقدونس مفرومين. قدره الفول، اخلي الفول، حاضر يا غالي، عينيا. طبعا حضراتكم عارفين طبق الفول اللي بعمله النهارده، سواء في الفطار سواء في السحور، الفول من الاكلات المصريه المتوثقه والاكلات الشعبيه المصريه، دي اكلات موثقه. نروح في اي مكان في الدنيا يقول لك الفول على الطريقه المصريه، العدس على الطريقه المصريه، الباميه على الطريقه المصريه، الرز المعمر على الطريقه المصريه. عينيا، انا بصراحه عايز احط ايه، مكعب زبده. شفت بقى الحته المصريه دي كده بقى، مكعب زبده مع المسبحه دي، يا ويلي، حته تانيه. والطبق التقديم هنا اهو زي الفل. انا خلصت خلاص، مهم جدا ان انا اغرف الفول هنا. اللهم صل على النبي، يلا. الله، ريحه التوم اهم حاجه في الفول بتاعنا اهو. طبق حلو، وعلى السفره في الفطار بنلاقيه، في السحور بنلاقيه، فقير ياكله، غني ياكله، امير ياكله، كل ده. طبق الفول الكل يشتهيه في رمضان وغير رمضان، ولكن اهم حاجه انه يتعمل بطريقه صحيه. ايه يا مغازي طريقه صحيه؟ ممكن ان احنا نخلي الكمون يغلي معاه يمرره، ونقول لك الفول ممرر ليه مش زي بره؟ الكمون يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي يا كل اللي بتتابعوني، ما يتغليش مع الفول ولا مع الباميه. الكمون يتحط بعد الحاجه ما تترفع من النار. ونروق الطبق الحلو ده كده. اللهم صل على النبي، ورشه بقدونس حلوه عليه. ده مع المطبق حكايه. ورشه الكمون اللي قلت عليها. اللهم صل على النبي. السفره النهارده فيها كل حاجه حلوه، رشه الكمون دي مهمه جدا. زي الفل يا عم الشيف.